Bonjour, je sais que tu sais, et tu sais que je sais. هذا النهار عندي واحد الزهر تيشق الحجر، وشي ناس غادي يعرفوها لأنه غادي نحيو معاهم الرحيل. البارح صابطوا لي بالليل شي تصاور تتعلق بهذا الدار، وبقيت نفتش عليها في 2019، وطالع هو طالع هو، والله ما كذبش عليكم. وبوختة هذه هي بوختة، تلاقيت 249. ومن بعد واحد السيد قال لي لا حبيتي 219 ساكن قدامها، وداني حتى الباب. هذيك الباب تخلعت من شفتها لانه كان عندي تصور ديالها. هو هذا الباب عنده واحد ذكريات لا تتصور. حنا اليوم قدام هذا الزليج مغربي محض، وفيه كتابه بالعبريه، ها هي قبلتكم بالعبريه. ومازال الى يوم هذا نهار 9 جانفي 2020، وانا جالس الفوق والزليج ما تغيرش. هاد الدار نهار 9 جانفي 2020 طلع سيدي باش يشوفوا الناس، شوف الارض ديالها كيف كانت، وشوف كي مازال، وشوف هاد الكوان سيدي ربي. هادي المحل فانتين عشوق بالزواق ديالو ما تغيرش نهائيا، وكاينه هنا واحد الخزينه عاود توجور. شوف اسيدي زور هادي توجور، هاد لافوزاس هادي هي اللي كنت نفتش عليها وهي موجوده. لافوزاس سي اون سيغناتور دي زيبرو، سي اون دي جويف، اي فو لو سافوار. شوف الزليج كيتعامل تماما مغربي، ما غادي نقولوش. وهنا تيمكن لي يطلل على بوص الدار، الا دخلتي شي شويه غادي تجبر قبادتك. حنا في الطبقه الثالثه، وهاد الطبقة الثالثة تجيب العجوبة، هذه تتسمى عندنا باللهجة ديالنا المصرية. وأنا تنشكر بزاف ماليها، علاش تنشكرهم بزاف؟ لأنه عندي بهم واحد العلاقة لا تتصور. السيد اللي باع لهم عام 62 ياك أسي سنهاجي، باع الوالد ديالك. الوالد ديالك في 62 62 الوالد ديالك الله يرحمه، شحال هذي باش مات؟ هذي دابا هذي تشوف هذي شي 5 سنين 4 سنين 4 سنين. وشبه الدار من واحد المسيح، واحد اليهودي سميتو سيرفاتي. قال لي الله يرحم والديك سيسال معاهم الرحيل، لانه بقى عاشق الدار ديالو من ذاك الوقت حتى اليوم. شوف هذا البيت، هذا عندك البيت الصالون، وعندك في هذه المصريه عاود بيت اخر، والمحل ثاني عاش بنادم. هذا لو ديكوباج هاديك جبرتو في العلو في الرباط، لأن كانت المصرية معروفة المصرية. والتصويرة ديال اختك هادي، نعم، حتى هي بانت عندك السرفاتي، مازال محتفظ بها، هو اللي صفتها لي، وأنا بقيت تنفتش حتى جبرتها. ألوغ هنا شنو كان هذا؟ هاد الماريات وهاد العجوبة في القريتات تيديرو ماريو، وعلى ما قلتيليش شنو تيديرو فيه؟ سلاح. كان الوالد ديالي تيخبع فيه السلاح، تيخبع فيه السلاح ديالو. اييه مرخص. مرخص. ديال الصيد. والعجوبة هي انه ما قصتيوش في هذا الشيء، هذا الكوان سيدي ربي ما قصتيوش فيه، خليتيوه كيف التاريخ ديالو كيف كاين. شو هاد النجمة، شوف هاد لي ستة ديال لي برونش. C'est l'étoile de David, toujours, elle se répète, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut savoir que la culture marocaine est une culture judéo-musulmane. Man ka habba, man habba wa kariha mkarih, ma tiemkinnash nqabto wa hattaf diya tariqh diyanna un mhiwa. Wa natan nطلب من احتم اليهود المغاربه اللي مشاو غادروا هاد الناحيه، خصهم يحتفظوا بالتراث ديالنا، لان حتى هما مغاربه، خصهم يجيو ويعوضوا ويساهموا في الترميم ديال هاد الديور هادو اللي كانوا عايشين فيهم، اللي كانوا واديهم عايشين فيهم، والقبورات جدودهم هما دوم موجودين. خصهم يجيو ويسالوا الرحيل. احنا ماشي تنقولوا مرحبا بهم، خصهم واجب عليهم يجيو يشوفوا هاد الديور ويصلحوا اللي خصو يتصلح، ويترمم اللي خصو يترمم، لانه هذا سادو فيا ان باتريمون، ماشي لي بوحدي، ماشي للمغاربه المسلمين، ماشي للمغاربه اليهود، للعالم باسره، لانه هنا كانوا ساكنين، وهذه تتسمى المصريه. اي لا جو ديغي طول الطون، فيف لو ماروك، فيف لي ماروكان اي لي ماروكان، مغاربه كيفما كان ديانتهم.